السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمرين على خطى آدم وحواء في اكتشاف الحضارة النوبية الجميلة، والتي يقال بأن لغتها كانت لغة آدم عليه السلام. أنا مالي خص ترى هذا الكلام من إخواننا النوبيين، لكن خلونا نتعرف منهم أكثر ونتعرف على لغتهم وتاريخهم. ونحن نتواجد هنا في مدينة جميلة جدا اسمها أسوان، عاصمة نوبة الشمال، آسي وانغ. آسي وانغ هكذا كانت تلفظ بالنوبية، آسي وانغ أسوان. وطبعا بالنوبية تعني الماء الظاهر، مثل ما أنتم شايفين فإن جمال النيل هنا لا يضاهيه جماله في أي مكان، لا شمالا ولا جنوبا. حياكم الله. هذا رمز لمدينة أسوان، يشبه وردة اللوتس. من بعيد تقدر تشوفه، لما تقترب لا تقدر أيضا تشاهد يعني عظمة البناء، سبحان الله. ولكن باختصار هو يوثق تلك الحقبة اللي كان فيها تعاون ما بين الاتحاد السوفيتي وجمهورية مصر، اللي طبعا كانت متمثلة في بناء السد العالي. في نفس الوقت تأملت في هذه العبارة، اتحاد الجمهوريات العربية حلم لكنه لم يتحقق للأسف. في دروب زرنا سدود عديدة وكثيرة بكل أمانة، وكل بلد نزوره يكون أكبر سد، يعني عندهم بالنسبة لهم هذا أكبر سد، واحد بالطول واحد بالعرض وأحيانا من الجانب. العموم السد العالي هذا تاريخ وليس فقط مشروع هندسي ضخم، فحين نزور السد العالي نحن نستحضر العدوان الثلاثي وتأميم قناة السويس وأمور أخرى كلها مرتبطة ببعض. وللسد آثار إيجابية كبيرة على الزراعة والكهرباء والتنمية طبعا في الحبيبة مصر، ولكن كان له أثر سلبي أنه تسبب في غرق بعض القرى النوبية، مما تسبب فيما يعرف بالهجرة النوبية، وهي التي جعلت الكثير من أهل النوبة الأحباء يهاجرون من هذه المدينة إلى مدينة الأقصر شمالا. للتوضيح طبعا السد العالي هو من هنا في الجهة الخلفية، كان هناك القرى اللي كان فيها طبعا أهل النوبة، عندما طبعا لما كثروا نسبة الماء صار هذا سبب في غرق بعض القرى، وطبعا هذه كانت إحدى المشاكل الرئيسية لما حدث من بعد السد العالي. ولكن بشكل عام السد العالي يعتبر من أفخم مشاريع السدود في العالم. بالحديث عن فيضان النيل، خلونا نراويكم هذا الشيء اللي ممكن الناس إذا جت مصر راح تلامسه كثير في فصل الشتاء. شوفوا الخطوط البيضاء اللي تشوفونها على هذه الصخور، شايفين؟ تمام؟ كل هذه الخطوط تعني منسوب المياه من خلال طبعا الفصل اللي فيه منسوب المياه يرتفع أو يقل. نحن الآن في الشتاء، نصور في شهر 12 في عام 2016 هنا في أسوان. النهر مثل ما أنتم شايفين طبعا بسبب هناك الخزان وهناك السدود وغيره ينخفض المنسوب، لأن الاستخدام المياه مياه النيل تكون أقل للشعب المصري، فيكون أقل، فهم يقومون بتخزين هذه المياه في الخزانات الخاصة، ومن بعد ذلك في الصيف يكون في استخدام أكثر للشعب هنا، وبذلك يتم زيادة المنسوب. سبحان الله. الآن نبدأ نتعرف على بعض هذه الفوائد من تلك الأفكار للسدود والخزانات. طبعا الخطوط البيضاء هاي تبين عمق أيضا النيل،
وما شاء الله معروف انه ايضا عميق جدا من الانهر المعروفه بعمقها. ليدي فينجر واكيد عيان بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. كيف الحال؟ طيب ان شاء الله. يا لهوي تمساح امسك بص خلي كذا ايوه ايدك هو اللي يخليك ما تضمش عليه يعني ما تضمش عليه خبرونا هاي طريقة الترحيب عند اهله طريقة الترحيب عند اهل النوبة ها طيب ليش انتم عندكم التماسيح؟ تفاؤل والله جد ايوه في الثقافه النوبيه التمساح متمارسه كذا متمارسه من اجدادكم بالضبط زي الفرعنه كانوا يسموه صبك لا صبك صبك يعني ايه الفرعنه لها تمساح لها تمساح الله اكبر وتاكلوه لا لا هو ما بيتاكلش هو انا بس لا. مش حرام اكله بس هو ما بيتاكلش ما تاكلونه في ناس بتاكله في ناس بتاكله اسنانه والله ممكن يعني تعور دي صح تعور تعور طب خلينا نشوف كيف يعور خليه يعضك لا لا بمزح شفت انا بحبك قد ايه اللي بالك احنا هو التمساح يعني بيعرفكم احنا مروضينه يعني ده والله. في الاول ان هو وصغير مثلا بيعمل كده ما يقعدش هادي كده بس انا اللي تعلمته انه التمساح طول ما انت مسكه بطريقه معينه عند الراس كده مش حيلف عليك ودائما ممكن تمسك بس من تمسك نسيبه بقى بطبيعته نسيبه بطبيعته لا انتوا جدعان كده ما نمسكهوش طب انتوا احنا نسيتونا احنا لسه داخلين في الحلقه ونريد نقول للناس احنا عند اهل النوبه هنا ده مكانكم ونحن متشرفين فيكم الصراحه بس عايزين نبدا بقى باول كلمه بقى عاوزين نقول للناس السلام عليكم ازاي في النوبي من ابورو من ابورو من ابورو من ابورو ورد ازاي عدل نقولها مع بعض السلام نقول من ابورو من ابورو ايوه وعليكم السلام هاي قرو هاي قرو الله اكبر طيب هذا شو بالضبط يا الهي هذا الكبار بقى تماسيح الله اكبر اب وام اب وام الصغيرين دول الله يطرح لهم البركه ان شاء الله شو الموضوع كمان تفاؤل تفاؤل ناويين ان شاء الله نوسع لهم المعيشه بتاعتهم دي صغيره قوي هنا انا هتخلوها فوق استنى الله اكبر وعلى فكره ما ياكلش ما ياكل ما ياكل صايم يكون صايم سبحان الله ليش يعمل بيات شتوي البيات الشتوي ودول عيالهم يعني بسم الله ما شاء الله هي التماسيح دي بيدفع الباب الحظ و نتفائل به؟ نتفائل انت بس. تتكلم سوداني ايوه انا سوداني نوبي سوداني نوبي سوداني ايه يا ام نبو يا اهلا وسهلا تسلم تقولوا كمان كيفك يا زول وكذا ولا كيفك يا زول بس انتوا هناك النوبه كيف غير؟ واحد انتوا معاهم واحد واحد النوبه بس النوبه اللي هناك لكن سبحان الله كيف انه الجانب المصري اثر بلغته العربيه بلكنه المصريه على اهل النوبه نعم. هنا نعم. واللي في الجانب السوداني اثروا على السودانيين باللكنه سبحان الله نعم. هو اصلا قبائل السودان الاساسيه هي نوبيه كمان كيو كنوزا بعد فيه يعني انتوا الحين انتوا 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 على علم ودرايه بان يوم من الايام كان هناك ما يسمى ببلاد النوبه وكانت في عاصمه وكذا طبعا طبعا ايوه المملكه النوبيه دي المملكه النوبيه سدد عمل برضو ايه
نعم صارت الظروف وغيرها يعني فرقتنا الناس مشت السودان وناس قعدت في مصر سبحان الله وهي المنطقة كانت واحدة عشان كذا نحن نقول حتى لو اندثرت بعض الملامح بعض الأماكن تبقى الثقافة في قلوب ناسها في عاداتهم وتقاليدهم شدوا حيلكم ونحافظ عليها بقى طبعا احنا بنعمل لحمايه التراث بتاعنا يلا بقى انا الحين انا اختبركم بحاجه دلوقتي اتفضل سمعوني اغنيه نوبيه اهل السودان يعرفوها اهل مصر يعرفوها النوبيين هاي تشجيع كره قدم الي ري يا لي ري و الي ري الي ري الي ري بس دول تنتين لي ري وعلي علي ري وعلي ده بيقول اسمي وعماد علي ري وعماد علي ري ورامي علي ري ومار رامي لي وناجي علي ري دي سهلة قوي بصراحة الكلمة الأولى إيه؟ علي ري علي ري علي ري يعني إيه؟ حقيقي صح؟ حقيقي اليري يعني حقيقي طيب وبتقول الاسم يعني هل علي حقيقي هو انا كذبه ولا ايه لا ها هو علي اليري يعني الكلام ده حقيقي الموضوع اللي هنكلمك فيه ده صح سودوا عليها اغنيه شوي شوي اسو اضحك بوسو توقف بوسو مش كده حسب صبعك يا لهوي تعال شوي شوي عليه حسب يا ربي الله يخليك انا والله قلبي اللي واقف مش خايف مش خايف بطل شوي شوي ابنك ما شاء الله ايش اسمه عمر عمر عاشت الاسامي يا عمر ايه الحلاوه دي كيف تقول شجاع بالنوبي كلم عمر وجما وجما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زين يعني طبعا اليوم صعب جدا ان واحد يتعلم اللغة النوبية صعبه صعبه طبعا لازم بالمعاشره والعيشه يعيش وسط اهل النوبه كلهم عشان يتعلم وده عايز من الطفوله مش هو وكبير يعني في حاجه مثلا احنا بنعتز بيها حصلت معانا في حرب 73 نعم كانت اللهجه النوبيه دي بيستعملوها شفره شفره في سلاح الاشاره انهم يوصلوا المعلومه من هنا للمنطقه الاخرى يعني حرب اكتوبر في حرب 73 حرب 6 اكتوبر يا الله يعني لما كانوا يريدوا ان يتخاطموا ما بينهم البعض الجنود المصريين حبيب بينهم بين بعض استخدموا اللغه النوبيه اللهجه النوبيه اللهجه النوبيه يا الله مثلا كانوا بيفكوا شفرات ما يعرفوش مثلا يفكوا شفره ايه اللهجه النوبيه لان العدو حيكون عارف العربيه ولا اي لغه عرفوا العربيه عرفوا اي لغه في العالم اللغه الوحيده الا اللغه النوبيه سبحان الله تدرس في امريكا والمانيا اللغه النوبيه الله اكبر برضه في القاهره برضه بتدرس تدرس ايضا الله اكبر جميل طب يلا احنا نتحداكم بقى باللغه النوبيه الاغنيه النوبيه جاهزين الليلة يا سمرة يا سمار الليلة يا سمر عارفين دي؟ عارف يا لهوي دي نوبي نوبي الحمد لله كيف صحتكم؟ نوبي نوبي بيقولوا في جكي ولا كذا ولا كنوز نعم والله تمام هنا حدوته مصريه يلا تمام 10 غرف جميل كل اوضه ليها اسم اغنيه من اغاني محمد منير طب ليش محمد منير لعشق لمحمد منير الله اكبر أكيد. ومن أشهر الشخصيات. الشخصيات طبعا أنتم سمعتونا ونحن دائما نذكر أغاني محمد منير هذا المكان من كثر ما يحبون محمد منير قاموا حتى كل غرفة حاطين عليها من كلمات أو كاتبين فيها من كلمات أغاني محمد منير تعالوا نشوف ليلة سمرة ده الأغنية اللي بنغنيها من جينا الليلة 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 يا سمرة جميل والله جميل بصراحة لا شك الغرفة مبني على الدراسة يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة
حدوته مصريه. حدوته مصريه طبعا الغرفه الرئيسيه برضو تلاقي برضو كلمات مكتوبه زي الغرف اللي احنا جميل يا الله شفت احنا طلعنا فيها بقى ده احنا عاوزين نسكن هنا بقى خلاص هم الشباب هناك شوف الشباب وين سي وير ذا جايز سلام عليكم والله لازم تشوفون المنظر تعالوا شوفوا المنظر لوك ات ذس كم شوف كيف امتداد العراقيب الصحراويه هذه صحراء ها صحراء منين صحراء صحراء لكن شوف كيف يا الله روعه والله يا اسوان روعه أكيد أنتم سامعين بالآغا خان الرابع زعيم ما يعرف بالطائفة الإسماعيلية النزارية هو بريطاني من أصل هندي مولود في جنيف وعاش في كينيا متزوج من أمريكية وأبوه مدفون في سوريا بس أبوه ما كان الآغا خان الثالث إنما الآغا خان الثالث كان جدة وهو اللي ساهم في تأسيس باكستان بوضعها الحالي تعبت سبحان الله لكن المهم أن الآغا خان الثالث توفي ودفن أين؟ نعم هنا في أسوان وكانت زوجة الأميرة الهندية بعد ما توفى ودفن في الضريح اللي في الخلف تضع كل يوم له زهرة حمراء على قبره ولا زال حتى هذا اليوم كتقليد خاص بالأسرة الإسماعيلية توضع زهرة حمراء على قبره في صباح كل يوم كان صحراء صخور نهر خضرة طيور طبيعة أسوان مدينة صغيرة على فكرة عامرة كثيرة اللحوم والأسماك والغزلان هذا هو الوصف الجميل والبسيط للمدينة مثل ما ورد في كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب لسراج الدين ابن الوردي رحمه الله أنا شو قلت خريدة ولا جريدة؟ لا فعلا هو كتاب طبعا قديم ورائع في الحديث عن الدول والمسافات بينها واسمه خريدة مو بجريدة خريدة وطبعا الخريدة تعني اللؤلؤ الذي لم يتم ثقبه الله أكبر شيء جميل مهما سوينا وصورنا وحاولنا نطلع جمالية المكان وروعته ما بنوصل للشيء نفسه أهلاً 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 مثلاً مهما حاولنا نراويكم الشيء هذا بجماله وروعته وإن وفقنا فيه فهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى لكن صدقوني الواقع يتحدث عن نسبة مختلفة تماماً من الجمال اللي ياسين نشوفه ففي نفس الوقت تضربني بصراحة يعني غيرة وقليل من القهر والزعل بأني كمرشد سياحي وثقافي وبيئي تضربني بصراحة غصة إن يعني نحن كمرشدين سياحيين ثقافيين ونحب أيضاً البيئة
نشوف الفرص في كل شيء نراه في قيمة جميلة وإيجابية. يعني هذا المكان مو ناقصه شيء أبدا، نهر، طبيعة خلابة، خضرة، ناس طيبين، روعة البناء الموجود القديم الممزوج بالحضارة النوبية، والموقع الرائع، بس محتاج إلى ما نحن نسميه تاتشز، يعني لمسات بسيطة حتى يكون أكثر جاهزية لاستقبال ناس أكثر يزورونه. نعبد الطريق بشكل أفضل، تبون رملة نخلي رملة، بس ننظف المكان أكثر، نخلي فيه سهولة للوصول إلى النهر، يكون فيه كورنيش خاص على سبيل المثال على هذا النهر الجميل. أتمنى كل من هو مسؤول عن السياحة في مصر أو في الدول المجاورة، الأماكن التي تحتضن ذلك التراث القديم، تلك الأرواح الجميلة ذات التاريخ القديم، أن نحاول أن نحافظ أكثر على مناطقها. نحن في دروب نحاول أن نرسل رسالة، هذه إحدى الرسالة التي نتمنى أن تصل إلى المسؤولين في مصر الحبيبة وفي كل دولة لديها ذلك الإرث القديم الجميل، ذلك التراث الذي يرجع إلى الدول القديمة والبلدان القديمة والتراث والثقافة القديمة. نتكلم عن آلاف السنين التي مضت، إذا لا زال هناك بعض من الملامح موجودة في أي مدينة المدن اللي نعيش فيها لابد الحفاظ عليها. وشخصيا أرى بأن منطقة أسوان هي فعلا جنة جميلة رائعة، وأنا أشعر في تقصير كبير سواء كان من أهلنا في الخليج أو في الدول العربية أنهم دائما يروحون القاهرة وما يجون أسوان. طيعوني وطيعوا الشور، أسوان فعلا تستحق أن الواحد يزورها. في داخلي صوت ينادي للدنا، لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. في داخلي صوت ينادي للدنا، لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. قد تختلف ألواننا، أدياننا، أوطاننا والألسنا، لكننا أبناء آب واحد، والأم أيضا واحدة. مهما تفارقنا الدروب ودروبنا متباعدة، سنعود للبيت القديم، سنعود للحضن القديم، سنعود للبيت القديم، سنعود للحضن القديم. تحط فيه رحالنا أنت أخي، أو شئت قل أنت أنا. مع السلامة.